أستاذ راسم مدرسة تعلمت فيها الكثير وخاصة الفن، إلى درجة بدأوا يقولوا لي أنت ده تقلد راسم، أقول لهم لي الشرف. لي الشرف أنا فعلا يعني مرات حتى النكات اللي يسويها كان يسويها الله يرحمه أنا أحاول أن أقلدها. نحكي شوية عن أستاذ محمد حسين عبد الرحيم. محمد حسين عبد الرحيم، محمد ما عنده مستحيل حتى نشوف أطفال الديرة شلون لك شلون ضامنه لك شلون أبو ميسون هاي جابك هلو 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 يا أبي شنو هذا تعالوا شوف الاضاءه تعال اظل اعلم فيك تعال تعال حبيبي ابو رضا حبيبي تفضل هنا سعيد بشوفتك والله العظيم يعني ما ادري بكيتني وضحكتني هسه بهاللقاء هذا والله العظيم خفيفة لا والله مو الكاميرا خفيفة الله بالخير بس لمدى العلاقة والمحبة حبينا انه اليوم استاذ محمد يكون ويانا احلى شيء هاي من دزينا على الكباب وثلاثة ما عدنا فيه واحد ما وعدها احنا متعودين يوميا نتريق يم هذا يم مسرح دار السلام بس احنا من سوى هذا المسرح اجي انا مثلا اصبغ ازرق بالداخل يجي استاذ محمد يقول شنو الازرق يصبغ احمر يجي راسم بحيث الصبغه صارت ما عنده مستحيل والمستحيل هذا اللي انا مرات اقول لا ليش ما انا سويت هالشغله مثلا يقول له فلان شغله يقول له انا سويها مرات العكس مرات أنا أقول له فلان شغلة سوي يقول لي لا سامي ترى أنا أعاند حتى مرة تذكر من بنينا هاي الحائط قال لي هو قال لي أبو سامي قال أبو ميسون تعال أقول لك والخلفة جيب طابوق والجص هذا ولزك قلت له مطلوب قال اجبل لي جص يلا أخوي يلا بليدي اجبل 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 حط طابوق حط طابوق شيل مانات اثنين نشي متر يا الله باكر ما نجيب خلفة عشان نانير ما أدري ما عنده فلوس شو الحائط صعد هيجي صعد قال لي ايش ده تسوي؟ صعد ابو رضا قلت له غير قال مو مو شغلنا انت بعت ثلاث سيارات على مود تنشون مسرح دار السلام اي والله وداينا داينا والله اي والله داينا من ابو الالبان البان السماوي اي بعدين الحمد لله كله فكينا لها واشترينا سيارات الحمد لله الحمد لله واشتغل المسرح لمده ايش قد ثلاث سنوات خمس سنوات